الدائرة التجارية هي جزء من السفارة وتعمل تحت إشراف السفارة مرتبطة إداريا وفق القانون الخدمة الخارجية. تلعب عملية العلاقة السياسية ما بين الدولة التي تعمل فيها الدائرة التجارية هي تؤثر سلبا تؤثر وتتأثر سلبا وإيجابا بهذه الدول. العراق مع سوريا يرتبط بأكثر من 28 اتفاقية وبروتوكول ومحضر مشترك. إذا رفعنا النفط من الاقتصاد العراقي اللي يشكل من 95 إلى 97% من الاقتصاد العراقي نكون أسوة بجيبوتي والصومال وأي دولة أخرى. انضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو شر لا بد منه، لأنه رفع تشترط رفع الدعم عن القطاع الزراعي، وتشترط أنه التعريفات الجمركية وعدم وضع حواجز أمام انتقال رؤوس الأموال. الملحقية التجارية في سوريا ومستشارها التجاري عدنان جاسم الشريفي في قضية ورأي يأتيكم اليوم.